يا رب دايما وابدا تكونوا بخير وبالتوفيق يا رب دايما وابدا. نتكلم بقى على اسئله المحاضره الخامسه والسادسه، ودول يعتبر نسبيا فيهم كلام كتير جديد عن المنهج القديم، فهم موضع سؤال مهم، واغلب او موضوع المسائل اللي موجود هنا هيكون عباره عن امثله. طيب اول حاجه، اول سؤال بيقول لك one of the following is example of the direct droplet transmission. صعب قوي انك تحفظ امثله دايركت دروبلت، لكن سهل انك تحفظهم كاكسبشن من باقي الامثله. باقي الامثله اللي هم مين؟ الدروبلت نيوكلياي تي بي، طيب والدست عباره عن تي بي، والميزلز والانفلونزا. طيب والاوبجكت مين اللي بيتنقل عن طريق الاوبجكت؟ اي حاجه بقى، ما ذكرلكش امثله. مين بيتنقل عن طريق دايركت كونتاكت اللي هو الكيسنج؟ اي امثله ما ذكرلكش. يبقى انت تبقى عارف ان التي بي ده بتاع النيوكلياي، وعارف ان التي بي والميزلز والانفلونزا دول بتوع الدست. اي حاجه تانية بتتنقل عن طريق الرزاز او عن طريق الجهاز التنفسي تعتبر دايركت دروبلت. حلو كده، يبقى دول كده هما الاندايركت، واي حاجه ثانيه تعتبر دايركت دروبلت. وخلي بالك التي بي يعتبر مثال لكل حاجه، يعني التي بي بيتنقل عن طريق دايركت دروبلت، وبيتنقل عن طريق النيوكلاي، وبيتنقل عن طريق الدست، الثلاثه. طيب يبقى one of the following is example of دايركت دروبلت. تعال نشوف البوليو، الكومون كولد، الريبس، الاستاف. اه وقعك هنا بقى في حته صعبه دكتور، ولا قال لي تي بي، ولا قال لي ميزس، ولا قال لي انفلونزا، ولا قال لي اي حاجه من الحاجات دي خالص، اعمل ايه؟ تعال نبص، البوليو ده اصلا فود بورن، ده شال الاطفال، بيتنقل عن طريق الفود بورن. الكومن كولد اه لا، ده دور البرد العادي، ده ليه علاقه بالجهاز التنفسي، طب خليها على جنب. الريبس السعار ده عن طريق عضه الكلب، والاستاف والستريبت والسالمونيلا دول كلهم بنتكلم على حاجات ليها علاقه، طبعا بغض النظر عن الستريبت بنتكلم على حاجات ليها علاقه بالفود بورن برضو اللي هو الفود بويزنينج، صح؟ يبقى الوحيد اصلا ليه علاقه اصلا بالدروبت هو مين؟ هو الكومن كولد اساسا، يبقى الاجابه الصح بيه. طيب خلي بالك اصلا ان برضو الميزلز وبرضو الانفلونزا، شايف الثلاثي الجميل ده؟ كده كده بيتنقل عن طريق الدايركت دروبلت، وبيتنقل كده كده برضه عن طريق الدست الاثنين، يبقى اللي بيتنقل عن طريق الدست انكلود كلهم كامثله جوه امثله الايه؟ الدايركت دروبلت. طيب تعال نتكلم على سؤال رقم 2، واشنج الهاند شود بي ات ليست فور 20 ثانيه، يبقى الاجابه الصح دي. طيب السؤال اللي بعده، الكراودنج الزحمه ميجرد باي توتال بوبيوليشن دينستي؟ لا ماليش علاقه انا بالتوتال، بيتحسب عن طريق ان هو يقول لك عدد الناس الموجوده في الغرفه الواحده او في البيت بتاعك، في الغرفه الواحده الموجوده في البيت، فعدد الناس اللي موجوده في الغرفه الواحده دي اسمهم الكراودنج اندكس. اني anyway, هي بريفنتيف ميجر للكونتاكت ولا بريفنتيف ميجر للدروبلت ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض طبعا، لان طبعا لو احنا قريبين من بعض هيبقى في كونتاكت، لو احنا بنعطس في وش بعض هيبقى لحد ما احنا قريبين من بعض، فالعطسه هتيجي في وشك على طول، فبتدخل عن طريق مناخيرك فيجي لك انفكشن. فالاجابه الصح هتكون الاثنين، الكونتاكت والدروبلت. طيب 3 متر ديستانس كاركترايز وان اوف ذا فولوينج مود اوف ترانسميشن. ديستانس 3 متر، تعال نشوف كونتاكت فيرتيكال ايربورن دايركت دروبلت. تعال نشوف كده دايركت دروبلت، لا دايركت دروبلت لازم تكون خلال 1 متر. طيب الفيرتيكال مفيش اصلا، ده فيرتيكال ده الام والابن هما في بطن بعض، ما فيهاش الكونتاكت، نفس القصه احنا لامسين بعض مفيش اصلا متر. انما الايربورن او الاندايركت معناها اكتر من 1 متر، ف 3 متر تعتبر واحده من ضمن خصائص الايه؟ الايربورن. فالاجابه الصح تبقى سي. سؤال رقم 1 في اسئله المسابقه والفورماتيف، one of the following infections transmitted by wound contamination. حلو قوي، يبقى ليه علاقه بالووند، مرض الطينه، مين مرض الطينه او انفكشن الطينه؟ التيتانوس، يبقى واحد هتكون ايه. طيب خش على السؤال اللي بعده، سؤال رقم 2، الهيلث اديوكيشن مثال اوف بريفنشن اوف ويتش اوف ذا فولوينج مود اوف ترانسميشن. الهيلث اديوكيشن هتقول والله ده هو اصلا بيتحط في كله، وكلامك صح، الهيلث اديوكيشن يعتبر مود اوف ترانسميشن بيتحط في اي حاجه، سوري يعتبر مود ميجر اوف بريفنشن لاي مود اوف ترانسميشن. سؤال رقم 3، الهيلث بروموشن اي ما يساوي كلمه ساندي كان بي اشيفد باي كيمو ريفلكسز ولا ليجيسليشن ولا انتيبيوتيك ولا فاكسين ولا ايه اكزامينيشن. احنا متفقين قبل كده كلمة ساندي تشمل من ضمنها حاجة اسمها الليجيسليشن، سن القوانين، كان حرف سين ده من ضمنها حاجة اسمها سن القوانين اللي هي الليجيسليشن، فبالتالي الإجابة الصح هتبقى بيه. سؤال رقم 4، البلاد سكريننج از دان تو اكسكلود. حلو قوي، بنعمل سكريننج لما بتيجي تنقل دم من سيادتك لواحد تاني، بعمل سكريننج لتلات أمراض اللي هم اتش أي في، هيباتيتس بي، وهيباتيتس سي. طب الهيباتيتس ايه؟ لا ما بعملهوش. طب هو عايز مين؟ هو عايز مين اللي أنت بتعملهم سكريننج؟ بعمل الاتنين دول، في عندك اختار اسمه دي، دي ده اسمه A and B. يبقى السؤال رقم 4 اجابته دي. سؤال رقم 5، اسكيبس انفكشن مود اوف ترانسميشن از، يعني المود اوف ترانسميشن بتاع الاسكيبس ايه؟ طيب دروبلت العطس، ده الاسكيبس ده المفروض ان ده بتاع الهرش. طب فوت بورن، لا هرش يبقى كونتاكت. طيب يبقى الاجابه الصح هتبقى سي. طيب تعال نخش على الفي اي بي كويشنز. سؤال رقم 1، اكوردنج تو ذا جنرال بريفنشن اوف كونتاكت انفكشن الهيلث اديوكيشن هيشمل ايه؟ الرسائل العلميه اللي انت هتديها له ليها علاقه بالصحه بتاعته لو احنا بنتكلم على مرض بيتنقل عن طريق الكونتاكت، ايه الرسائل ديت؟ رقم 1، education about personal hygiene ان هو يكون نظيف، ماشي اوكي. رقم 2، education about sexual transmitted infections زي الاتش اي في، ده اصلا واحد من المرضين بتوع الكونتاكت اللي معاك اصلا في الامتحان. طيب سؤال رقم سي، education about keeping physical distance، physical distance دي بتاعت الدروبلت،
حتى كنا بنحشش الديستانس بالدروبلت، فبالتالي الاجابه المنطقيه اكتر هي دي. طيب سؤال رقم 2، according to the general prevention of droplet infection one of the following is incorrect. عايز الحاجه الغلط ملهاش علاقه بقى بالبريفنشن بتاع مين، بتاع الدروبلت. اولا لازم نكيب فيزيكال ديستانس 1 متر، لا لازم الفيزيكال ديستانس بتاعتك تكون، احنا بنقول اصلا 1 متر ده يعتبر دايركت اصلا دروبلت، فانت لازم تكون الديستانس بتاعتك about 2 متر او اكتر، يبقى المفروض تبقى رقم 2 عشان تبقى صح. يبقى دي الاجابه الغلط، هو عايز انكوركت يبقى هي دي. طب تعال نكمل. seasonal variation is important. اه طبعا دور البرد بيجيلك في الشتاء اكتر من الصيف، فبالتالي ده دي جمله صحيحه. we should wash hand for at least 20 ثانيه. اه ده حقيقي فعلا 20 ثانيه، المفروض 20 ثانيه. يبقى الاجابه الصح تبقى ايه؟ يبقى سؤال رقم 2 اجابته ايه؟ سؤال رقم 3، التي بي مثال لايه؟ قلنا التي بي قبل كده مثال لكل حاجه، مثال للدايركت روبلت ومثال للنيوكلياي ومثال للدست، مثال للثلاثه. يبقى الاجابه الصح تبقى ايه؟ سؤال رقم 4، general prevention depends mainly on. حلو، general prevention بيعتمد على cutting the infectious cycle اللي هي معناها chain of infection at host resistance، ولا cutting the infectious cycle at the mode of transmission، ولا at the cost of agent، ولا ان انا احط vaccines. حلو، الفاكسين مبدئيا اصلا ما يعتبرش general prevention. ليه؟ لانه بمنتهى البساطه الفاكسين ده بيبقى فيه فاكسين مخصوص لكل infection فاسمه specific prevention مش general اصلا. طيب نشوف بقى التانيين، الهوست والمود اوف ترانسميشن والكوست اوف ايجنت. المعلومه دي هتلاقيها موجوده عندك في الورق بتاعك في اول جمل خالص، يقول لك والله في الانترودكشن كده يقول لك احنا بنركز على حاجتين، الهوست ريزيستنس وعلى المود اوف ترانسميشن او المينز اوف ترانسميشن، نفس المعنى. يبقى الاجابه الصح لم تشمل اي وبي، في عندك اجابه اسمها اي وبي اللي هي الاجابه اي. يبقى سؤال رقم 4 اجابته اي. سؤال رقم 5، انفيكشن اوف ذا انتاكت سكن انكلود اول ذا فولوينج اكسبت. حلو، انفيكشن للانتاكت سكن، احنا اتفقنا قبل كده ان الكونتاكت له سيناريوهين، يا اما جلدك يكون انتاكت او جلدك يكون مقطوع اللي هو انجرد. حلو، لو انا بتكلم على جلدك السليم او الانتاكت يبقى انت بتتكلم على حاجات بحرف الاس اللي هي ايه، اللي هو الستريبت الستاف شيستيزوما سكيبس سيكشوال ترانسميتد ديزيز. يبقى خمس امراض كلهم بالاس ده في حاله الانتاكت. طيب والانجرد يقول لك والله لا، الانجرد عندنا لو بنتكلم على جرح يبقى الطينه، مرض الطينه اللي هو التيتانوس، ولو بنتكلم على حيوان يعضك يبقى اسمها الريبس اللي هو السعار، ولو بنتكلم على حاجات لها علاقه بالحقن فهتبقى الامراض اللي احنا بنهرب منها وبنعمل لها عشانها بلاد سكريننج اللي هو الهيباتيتس بي وسي والاتش اي في. طيب احنا عايزين انتكت، انتكت يبقى انا عايز الخمسه اس سكشن دي تمشي، شكرا، سكيبس تمشي، سيزوما تمشي. ايه ده، ده هو عايز اكسبت. اه يبقى الاكسبت هي التيتانوس بي بي. سؤال رقم 6، most important general prevention في حالة الانجكشنز، في حالة الحقن ايه افضل حاجة، يعني ايه افضل حاجة نعملها عشان خاطر نحمي نفسنا من الامراض اللي علاقة بالحقن؟ طبعا بديهيات، ما تتحقنش، يعني طالما هو الحقن هو اللي عامل عندنا مشكلة خلاص ما تحقنوش. بيسموا ما تحقنوش دي بقى ايه، كلمة abstinence. فبالتالي الموست امبورتنت كلمة abstinence، فين كلمة abstinence؟ انا مش لاقيها في الاختيارات. معنى كلمة abstinence موجود عندك في الورق، وهو كلمة refraining from intravenous drug. كلمة refraining بتساوي كلمة abstinence. طب في refraining؟ اه اهي، يبقى نقطة. السؤال رقم 6 اجابته الصح سي، refraining معناه انك تبتعد اصلا تماما عن الحقن. سؤال رقم 7، keeping integrity of the skin is done by vitamin A و vitamin C. فالإجابة الصح تبقى A and B. سؤال رقم 8، the most effective general prevention measures in case of sexual transmitted disease. most effective كالعادة، most effective A انك تبعد، يبقى الابستين. يبقى دايما الموست افكتيف موست امبورتنت هو دايما انك تبعد عن الحاجه اصلا، فتبعد عن السكشوال ترانسميشن، تبعد عن السكس. طيب نقطه رقم 9، سؤال رقم 9، مامبس مود اوف ترانسميشن از دايركت دروبلت. طيب حفظناها ازاي؟ برضو في طريقه ثانيه للحفظ، هي صعبه رخمه شويتين بس هي بصوا. رقم 1، اولا هما اول حاجتين اول مرضين عندنا في الدروبلت وهما الميزلز او عيله الام، ميزلز والمامبس الاثنين بحرف الام. وبعد كده عندك مرضين ليهم علاقه بدور البرد اللي هم الكومون كولد والانفلونزا، ومرضين اخوات قوي وشبه بعض قوي بالذات في حوار الكيموفلكس، هم الاثنين بيحبوا الكيموفلكس قوي، اللي هم بمنتهى البساطه واحد معاك هتاخده في الميد ترم وواحد لا، المننجيتس والتي بي. طيب وفي الاخر معانا كمان في اثنين تانيين ليهم علاقه بالكحه، واحد فيهم الكحه بتبقى يقول لك والله احنا اخدناه قبل كده او هتاخده يعني، اللي هو بيسموه السعال الديكي اللي هو البرتسس، والتاني احنا بنخاف منه جدا طبعا وهو الكورونا. فهم عباره عن ايه، اربع مجموعات كل مجموعه اتنينات. بصوا هم صعبين شويتين بس حاول انت تقررهم كذا مره لنفسك حفظتهم، دول كلهم دايركت دروبلت. الشيزومييزيس مود اوف ترانسميشن اخبارها ايه؟ قلنا قبل كده كلها حاجات، خمس حاجات بحرف الاس، يبقى كونتاكت وكونتاكت الانتاكت سكن او كونتاكت انتاكت سكن. اه ما لقيتش دكتور كونتاكت انتكت سكن بس لقيت ميوكس ممبرين، اختارها.
الميوكس ميمبرين المفروض ان هو معناه او بيساوي الانجرد سكن، ولكن هنا في الورق بتاعنا او في النوت بتاعنا كتب انه ممكن تعتبر الميوكس ميمبرين انتكت سكن، ممكن، فما فيش عندي اختيار غيره فتختاره. لو كان في اختيار غيره هتختار الانتكت، ماشي، لان انتكت سكن هي الاصح. طيب سؤال رقم 11، ستريبت مود اوف ترانسميشن. الستريبت والستاف والشيستوزوما والسكيبس، الحاجات دي الحرف اس دي كلها زي ما اتفقنا قبل كده كلها كونتاكت، فكلها ممكن تعتبرها ميوكس ايه من بين. فسؤال رقم 11 هتبقى اجابته بي. طيب خش على السؤال اللي بعده. انيمال بايت از ذا مود اوف ترانسميشن فور، انيمال بايت عضه الريبس السعار، يبقى سي. طيب تعال نتكلم على السؤال رقم 13، اندمجد بتساوي كلمه انتكت. طيب الجلد السليم مود اوف ترانسميشن تشمل كلهم ما عدا، كلهم بحرف الاس، ستاف السكشوال ترانسميشن ديز شيزوميز التيتانوس دي اللي هي الطينه، لا ديت في حاله لما يكون السكن انجرد، لما تكون عندك واوا او جرح والجرح ده يتوسخ بالطينه يبقى اسمه تيتانوس. طيب سؤال رقم 14، كوستيف ايجنت اقل من 5 مايكرو في السايز بتاعها، ده كاركتر لايه؟ لو تفتكر احنا عندنا الدايركت دروبلت، في عندنا حاجه اسمها ان دايركت دروبلت اللي هي الاير بورن، ودي تقسم لحاجتين، في عندنا حاجه اسمها الدست وحاجه اسمها النيوكلياي. النيوكلياي دي معناها ان يكون الحجم صغير، عشان كده اصلا سموه نيوكلياي، لانه حجم الاورجانيزم صغير خالص، فقال يعني كانه نيوكلس، كانه حته صغيره خالص، كانه النويه بتاعه الكوستيف ايجنت. فلما يكون الحجم اقل من 5 مايكرون ده معناها ان احنا بنتكلم على نيوكلياي اهي، رقم سي. سؤال رقم 15، البيست جنرال بريفنشن اوف ذا انجكشن فروم اول ذا فولوينج از، بيست تاني، بيست دي علاقه بقى بايه؟ بالانجكشن فروم اول ذا فولوينج. تعال نشوف كده، ادور اول حاجه على كلمه ابستين، مش لاقيها، ريفريننج مش لاقيها. طيب ما فيش اي حاجه منهم، مش موجوده. تعال نشوف بقى الحاجات الموجوده عندي. اغسل ايدي افتر الانجكشن، لا ده المفروض تغسل ايدك قبل وبعد، يبقى دي مش افضل حاجه. نيدل شود يوزد فيو تايمز، لا انت المفروض تستخدمها هي مره واحده بس وشكرا، ما تستخدمهاش مره ثانيه. نيفر ريكاب سترينج انليس ات از يورز، ده حقيقي، ما تحاولش تقفل الحقنه الا ما تكون حقنتك انت. وي شود بيند ذا سيرنج، المفروض تقطع تتني الحقنه، لا طبعا المفروض ما تتنهاش، يبقى الاجابه الصح سي. شيستوميزيس مود اوف ترانسميشن از، ما احنا خلاص مجاوبين الحته دي قبل كده، هتقول لي اهو في هنا انتكت، لا بختار انتكت، يبقى الاجابه اصح انتكت. ماشي طبعا انا كاتب لك هنا ان هي تنفع بي ودي، بس طبعا احنا لو في الامتحان لازم اختار واحده بس، يبقى اختار ايه؟ الانتكت. لو ينفع اختار اتنين خلاص اختار بي ودي. ندخل بقى في اخر اسئله تحت اللي هي الايه؟ ترايل اكزام. most effective general، تاني اهو most، للبلاد بورن انفكشن. في البلاد بورن انفكشن ده الاكسبت الوحيد اللي بقول لك فيه الموست امبورتنت او موست افكتيف، مش هتقولي ابستين، مش هينفع نستغنى عن نقل الدم، لان نقل الدم طبعا بيحيي ناس كتيره او الاورجان ترانسبلانتيشن. طب الحل ايه؟ ايه افضل سيناريو اعمله؟ افضل سيناريو تعمله هو حاجه اسمها السكريننج، ان هنعمل سكريننج، يبقى الاجابه الصح سكريننج اهي بي. طيب سؤال رقم 2، which of the following are general prevention measures for droplet and contact. طبعا سؤال رخم تمام وغبي ومتخلف، انا اسف تمام، انا المفروض اللي مألفه يعني، لان طبعا ترايل اكزامز انا اللي بألفها، حتى باقي الاسئله اصلا انا بحط التاتش الصغير كده عشان خاطر نعرف نخلي الاسئله مناسبه مع المنهج بتاعكم مع التغيرات بتاعته، عشان خاطر نبقى كمان شملنا كل الاسئله ربنا خلقها، فتقريبا كل الاسئله كلها الواحد يعني ايه حاطط له نقطه كده فيها ولا حاجه. المهم ربنا بس يطلع بفايده ان شاء الله، والامتحان ما يخرجش منها او ما يخرجش من الافكار بتاعتها. يعني خلي بالكم انه المفروض الهدف من الاسئله دي مش ان هي تيجي بالنص، الهدف ان هي تيجي كفكره. يعني مسالك عن مود اوف ترانسميشن مثلا بتاع مثلا الريبس، فانت تبقى عارف ان مود اوف ترانسميشن ده يعتبر موضوع سؤال لاي بقى انفكشن انت اخدته في الجزء داخل معاك في الميدتيرم. المهم نستكمل السؤال رقم 2، ده اعتبره سؤال متخلف والغوه ملوش لازمه. اسئله بقى المحاضره السادسه، اسئله الامتحان اللي فات الاول. ذا فولوينج ار كاركترز اوف ذا فيكل، اولا الفيكل انت تكون عارف ان هي ان انيميت، دي اشهر حاجه فيها واهم حاجه فيها، انما الفيكتور انيميت. طيب الفيكل المفروض ان هي مود اوف ترانسميشن فعلا وان دايركت، لان هي عباره عن زي انها مواصلات بتاخد الكوستيف ايجنت من الريزرفوار وتجيبه لك، فبتبقى مواصلات مواصلات، يبقى ان دايركت مود اوف ترانسميشن. الانتروبيس مثال صح، هو اصلا مجرد ما بقى عندي فيه اجابتين صح ادور على طول على الاول ذا باف، يبقى الاجابه الصح هتبقى دي. سؤال رقم 2، ذا فولوينج از ديزيز ترانسميتد باي ميت فيكل، بيتنا عن طريق الميت، وده اسئله مشهوره جدا. طيب بيتنا عن طريق الميت، طبعا في سكيما هحاول ارفعها لكم على طول مجرد ما ارفع الفيديو بتاع الاسئله ده، يا رب بس افتكر الحاجات دي كلها، بفكروني بعتوني مسج فكروني. المهم الميت عندي واحد من الامراض دي بيتنقل عن طريق الميت. الميت عندي اللي بيتنقل عن طريقها في عندي السلمونيلا، عندك التي بي، البروسيلا، الانثراكس، والتينيات بانواعها، والترايكومونيات بانواعها، والهايديت ديزيز. تعال نشوف كده، الجيارديا لا، بوليو لا، التي بي اوكي ما فيش مشكله. طيب اهو سؤال رقم 3، الفلي، فلي كان ترانسميت، تنقل ايه الفلي؟ ما هو بصوا اشهر سؤال عندك في المحاضره دي هو الكومن فيكل والفيكتورز، دول ودول. طيب الفيكتور عندك الفلي، المفروض ان هي هتنقل البليج وتنقل حاجه اسمها الميورين تايفس، في عندك خلي بالك ان في عندك كذا نوع من التايفس، فبتنقل الميورين تايفس وبتنقل حاجه اسمها الهايمينوليبس ديمينيوتا،
طيب يبقى انا اكتر حاجه قلق منها الطايف عشان خاطر في منه كذا نوع. طيب البليج انت كده كده هتاخده اصلا قدام فانا مش قلقان منه. طيب الفلي كان ترانسميت مين بقى؟ ابيديميك تايفس؟ لا. السكراب تايفس؟ لا. الميورين تايفس؟ ايوه ده الاجابه الصح سي. طيب تعال نتكلم على السؤال رقم 4. ديس انفكشن از نوت ميجر. ايه رايك الديس انفكشن معناه انك تطهر الحاجه، ده يعتبر كيس كنترول ولا كونتاكت كنترول ولا انترناشونال كنترول ولا ابيديميك كنترول ولا بريفنشن؟ احنا حافظين ان الكيس كنترول ميجرز مجمعه في ايرلي كيس فايندنج زائد نتر، فاحنا حافظين بمنتهى البساطه نوتيفيكيشن ايزوليشن ديس انفكشن، يبقى الاجابه صح كيس كنترول. سؤال رقم 1، one of the following parasitic infections transmitted by water vehicle. يبقى انا عايز حاجات تانية عن طريق الووتر، بس خلي بالك لازم تكون نوعها parasitic. طيب جدول الفيكلز بتاعك الووتر عندنا كالاتي، اولا ممكن تكون كبارازيتك، ممكن تكون انت هيستوتيكا، ممكن تكون الجيارديا، ممكن تكون بلانتيديوم كولاي، وممكن تكون طب بس هما كده ثلاثه. طيب تعال نشوف كده بلانتيديوم كولاي موجوده، اوكي بعدين نختار. سؤال رقم 2، one of the following bacterial infections transmitted by milk vehicle. طيب تعال نفتكر كده الميلك، الميلك عندي وقال لك ان هو ايه بكتيريال وميلك، فخلي بالك الميلك عندي بشكل عام ما كانش فيه اصلا ميلك غير هو بكتيريال، فهو اصلا اي حاجه ثانيه عن طريق الميلك هي بكتيريال، اللي هم مين بقى؟ السالمونيلا والبروسيلا والتي بي والانثراكس. طيب الانثراكس موجوده. سؤال رقم 3، avoid preparing food for others while you have symptoms and for not after you recover. حلو قوي. اه لو انت مثلا عندك فعلا انفكشن وعندك سيمتومز ما ينفعش تقدم اكل، لانك انت ممكن تعطس الاكل تبهدلنا، وكمان بعد ما بتخف من السيمتومز فتره معينه، عشان في بعض الامراض بيبقى البيض الاكتيفيتي بتاعتها بعد حتى ما تخف بشويه. فبيقول لك والله بمنتهى البساطه لمده قد ايه؟ لمده 48 ساعه اللي هو مده يومين، يبقى بس صح بيه. طيب سؤال رقم 4، الفيكتور يختلف عن الفيكل ان الفيكتور ان انيميت؟ لا ده الفيكل، الفيكل هو الان انيميت. طيب ان الفيكتور انيميت صح. ان التاول از ان اكزامبل؟ لا التاول دي معناها المنشفه، المنشفه دي حاجه حيه ولا حاجه غير حيه؟ حاجه غير حيه، يبقى المنشفه دي مثال للفيكل مش مثال للفيكتور، يبقى دي اجابه غلط. يبقى الاجابه الصح هتبقى ايه؟ بي. نقطه رقم 5، الايدس بتنقل ايه؟ طيب تعال نشوف الايدس موسكيتو ترانسميت. طبعا انتوا كده اصلا عندكم الايدس اصلا بالتفصيل كفيكتور يعني في الجزء بتاع الارتبوط في الاخر، بس تعال نقول عندنا هنا الايدس بتنقل مين؟ الايدس عندي هل هتنقل؟ وطبعا الفكره دي من ضمن الحاجات اللي اتعدلت فبالتالي انا قلق منها لانها عدلوها. بتنقل يلو الفيفر، بتنقل الدنج، المفروض ان انا عندي فيه كيوليكس وعندي ايدس، المفروض ان الكيوليكس تنقل ريفت فالي والايدس هي اللي هتنقل الدنج. فيقول لك هنا والله في الاختيار بتاعتي لو سالت رقم 5 هتنقل مين؟ يقول لك تنقل والله يلو فيفر. خلاص ندخل على الفي اي بي كويشن. سؤال رقم 1، البيرميثرين وده المفروض ان هو ماده معينه بنستخدمها، بنستخدم بقى في بريفنشن مين فيهم؟ هل الكونتاكت ولا الفوت بورن ولا الارتبوت ولا الدروبلت؟ البيرميثرين ده المفروض ان هو حاجه بتترش، فطالما حاجه بترش يبقى المفروض تبقى لمين بقى بالظبط؟ يعني البديهيات بتترش هتبقى لمين؟ ارتربوت. اول ذا فولوينج، انت اصلا ما عندكش اي مواد اصلا في اي حاجه غير هي الارتربوت، يعني اي ماده كيميائيه يبقى ارتربوت، ما عندكش في منهج غير كده. سؤال رقم 2، all the following about الارتربوت prevention is correct except we should use permethrin. نعم. نلبس لبس غامق؟ غلط. ليه؟ لما تلبس لبس فاتح عشان لما الحشره تقف عليه تبان. طيب خش على اللي بعده. نقطه رقم 3، all طبعا هو بيقول لك هنا كلهم غلط، ما تنفعش معناها تبقى كلهم غلط لان البيرميثرين صح فبالتالي ما تنفعش. سؤال رقم 3، all the following about الارثروبوت بريفنشن از كوريكت اكسبت. يبقى انا عايز حاجه برضه مالهاش علاقه بالارثروبوت بريفنشن. وي شود يوز بيرميثرين صح، نلبس واسع صح، ونلبس طويل صح عشان خاطر الحشره ما تجيش تقرصني. سكرين الويندو، احط زي شبكه كده عشان خاطر الحشره ما تدخلش. مظبوط. جوينج اوت دور ان داسك اند داون، مصيبه. انت بتهزر؟ لانه اصلا فتره الفجر بتاعت داسك اند داون دي اصلا دي اكتر فتره بيبقى تطلع فيها اكتيفيتي للحشرات وبتبقى منتشره في الجو فما ينفعش. نقطه رقم 4، one of the following about الارثروبوت بريفنشن از كوريكت. تعال نشوف، انا عايز بقى المره دي بقى حاجه صح about الارثروبوت بريفنشن. نغسل الصحون بتاعتنا ليها علاقه بالارثروبوت؟ لا طبعا، بس شكرا. طب تعال نكمل. سينثيتك بايرثرويد ده مبيد حشري، ينفع تستخدم مبيد حشري؟ اه طبعا بستخدم مبيد حشري. طيب بلبس لبس طويل تمام، سكين تمام، يبقى الوحيده اللي ممكن نعتبر ان هي انكوركت هي الكلين اوتنسل. هو عايز الكوركت، اه عايز الكوركت، دول كلهم كوركت، يبقى اختار الاجابه الصح ايه؟ انه بي وسي ودي كوركت، ما عدا ايه؟ ايه اللي غلط؟ طيب نخش على سؤال رقم 5، بان ستريت فود، انك تمنع انه الناس تبيع اكل اللي هي عربيه الكبده اللي ماشيه في الشوارع دي، انك تمنعها، ده مثال لايه؟ ده مثال للليجيسليشن، سن قوانين، بس ان القانون امنع بيه ان عربيه الكبده تمشي في الشوارع. سؤال رقم 6،
One of the following is incorrect about the vectors. عايز حاجة غلط عن الفيكتورز. الفيكتورز animate دي حاجة صح، أنا عايز حاجة غلط. They can transmit infection from infected person to immune one. لا طبعا هتنقل immune one ازاي؟ بتنقل susceptible one. تبقى الإجابة مفروض تبقى بيه. طيب insects of medical importance are mosquito fly. فعلا من ضمنهم mosquito fly ومن ضمنهم الفلي والتكس، صح. يبقى هي الإجابة الوحيدة الغلط تبقى بيه. سؤال رقم 7. Sanitary environment as preventive measure for the foodborne infections include all the following except. واحدة واحدة، أنا عايز أقول foodborne وعايز حاجة اسمها sanitary environment، الإجراءات المفروض أنظف بها البيئة حواليا. المهم كلهم ما عدا، أنا عايز حاجة غلط. أستخدم الكلورين، والله استخدامك للكلورين ده هينظف المسبح بتاعك، فأنت لما تيجي تسبح يبقى المية بتاعتك نظيفة، فممكن ماشي دي حاجة صحيحة. أنا عايز accept. شالو هاند بامب، هي دي غلط، لازم ديب. ليه؟ عشان خاطر انت لما بتطلع الهاند بامب دي المفروض ان هو البئر بتاعك، انت عايز البئر بتاعك يكون غويط عشان تجيب ميه من تحت خالص تبقى ميه نظيفه، لان الميه اللي بتبقى على السطح ديت اللي هي بتبقى الشالو اللي هي الضحله ديت بتكون شايله انفكشنز، فانا عايز الاجابه تكون ديب، فشالو طبعا دي غلط، وانا عايز الاكسبت يبقى بي. سؤال رقم 8. Sanitary environment as preventive measure for the foodborne infection include all the following except. Sanitary environment لمين؟ للفودبورن، كلهم ما عدا، عايز مين غلط؟ يوز كلورين، صح، عشان بنضف الميه بطهرها قبل ما اشربها. ريجولار ووتر سامبل تيستينج، بعمل تيست كل شويه للميه عشان اطمن لو حصل فيها انفكشن ولا حاجه او بقى فيها كوستيف ايجنتس. دونت سوالو الووتر وايل سويمنج، دي حاجه حقيقيه، ما تشربش الميه وانت قاعد بتسبح، طبيعي ان الميه دي ممكن يكون حد عامل فيها بيبي، فما ينفعش. طيب انشور ادكويت سيف ووتر سبلاي، دي حاجه حقيقيه، وديب هاند بامب، دي حاجه حقيقيه. دكتور ما هم كده كلهم انت قلت عليهم صح، خلي بالك انا عايز سانيتري بقى انفايرمنت، هما كلهم حاجات صح، كلهم بريفنشن للفود بورن انفكشن، ولكن نقطه رقم سي دي اسمها هيلث ايدوكيشن، ما اسمهاش انفايرمنتال سانيتيشن، فبالتالي تعتبر اللي هي الاجابه الغلط او هي الاكسبت، عشان هي مش من ضمن السانيتري انفايرمنت ميجرز، هي من ضمن الهيلث ايدوكيشن ميجرز. سؤال رقم 9. سانيتري انفايرمنت بريفنتيف ميجرز للارثروبود بقى المره دي، وكلهم ما عدا، مين بقى اللي ما عدا؟ بص، make sure الجتر درين بروبرلي. جتر دي اعتبر ان هي صندوق الزباله، صندوق الزباله يكون متفضي عشان خاطر الحشرات ما تلمش عليه، يبقى دي حاجه صح، انا عايز الاكسبت. ريموف اول التايرز، منطقي لانك انت لما تشيل التايرز، التايرز ده واحد من اكتر الحاجات اللي بتحب الحشرات تعيش حواليها، بريدنج سايت ليها، فلما تشيله يبقى ده حاجه كويسه. السكرين ويندو، دي حاجه كويسه. دريل هولز ان ذا بوتومز اوف ريسايكلينج كونتينرز، دي حاجه كويسه. فاليد فاكسينيشن سيرتيفيكت، هل ده من ضمن السانيتري انفايرمنت؟ لا، يبقى الاجابه الصح ايه؟ هو انت محتاج فاكسينيشن حاجه مثلا زي اليلو فيفر، فهو بريفنتيف ميجر، لكنه ليس سانيتري انفايرمنت بريفنتيف ميجر. طيب سؤال رقم 10. ريكيتسايل تمام بوكس او ريكيتسل بوكس، ماله بقى؟ بيقول لك ترانسميتد باي مين. طبعا انت اخذت قبل كده السمول بوكس، وانا ده الوحيد اللي هو الليف فاكسين الوحيد اللي انت عندك في الامثله للبني ادمين. طيب الريكيتسايل بوكس ده بقى بتاع مين؟ ده بتاع المايتس. سؤال رقم 11. الهارتك ممكن تنقل ايه؟ ممكن تنقل كيو فيفر، ممكن تنقل حاجه اسمها انكيفالايتس، طبعا احنا خدناها قبل كده، وممكن تنقل حاجه اسمها التيولرال 100. تيولرال 100 ما اعرفش انطقها بصراحه. طيب اهي هي اللي موجوده، سبحان الله. يبقى ايه؟ سؤال رقم 12 و13 و14 كلهم عباره عن نفس القصه، الفيكتورز اللي احنا عارفين هي اوف ميديكال امبورتنس او انسكتس اوف ميديكال امبورتنس، وبتنقل اي مرض. الكيولكس بتنقل مين؟ يقول لك والله الكيولكس بمنتهى البساطه، حاول تعيدهم كذا مره ممكن تحفظهم. الكيولكس بتنقل الفيلرييزس، ويست نايل فيفر. طيب انا عندي الكيولكس اهيت، عندي ويست نايل فيفر موجود، حلو. الايدس بتنقل مين؟ الايدس بتنقل اليلو فيفر، وبتنقل الريفت فالي زي ما اتفقنا. الايدس بتنقل الريفت فالي، فينك الريفت فالي؟ اهو ادي الريفت فالي موجود، ماشي. بعد كده عندك المايتس، المايتس زي ما اتفقنا قبل كده اللي هو الريكيتسيال بوكس، وبتنقل حاجه اسمها السكراب تايفس. قلت لك قبل كده في عندي 3 انواع من التايفس، يبقى المايت بتنقل السكراب تايفس، موجود؟ موجود اهو. الفلي بتنقل مين؟ يقول لك والله الفلي او البغيض بتنقل البليك، وبتنقل الميورين تايفس زي ما اتفقنا، وبتنقل حاجه اسمها الهايمينوليبس ديمينيوتا. طيب يبقى انا ادور على البليك او ادور على نوع التايفس بتاعي، نوع التايفس بتاعي مش موجود، موجود عندي ديمينيوتا، ماشي. الهاوس فلاي اللي هي الدبانه بتاعتنا العاديه خالص، الهاوس فلاي بتنقل ايه؟ يقول لك والله الهاوس فلاي مبدئيا خلي بالك واحفظ دايما ان هي ميكانيكال ترانسميشن مش بيولوجيكال. طيب بتنقل ايه؟ يقول لك والله بتنقل الفود بورن، وبتنقل الاي انفكشنز. في عندي هنا حاجه بيقول لك الميكانيكال، ماشي شكرا، هي الوحيده الميكانيكال، الباقيين كلهم بيولوجيكال، الباقيين كلهم بيعملوا تغيرات في الكوستيف ايجنت، انما هي الوحيده اللي بتنقل بس من غير ما تغير. يبقى عندي حاجه واحده وهي الساند فلاي. ايه بقى الساند فلاي؟ بتنقل ايه الساند فلاي؟ الساند فلاي عندي بتنقل الليشمانيا، وبتنقل عندي حاجه اسمها الساند فلاي فيفر، يعني منتهى الكوميديا، يبقى بتنقل الليشمانيا. شكرا، يبقى احنا كده خلصناها. طيب دكتور هو الابيديميك تايفس دي بقى مين اللي بينقلها؟ الابيديميك تايفس بينقلها اللايس. حلو؟ يبقى انا كده عندي في ابيديميك تايفس دي للايس،
وعندي حاجه اسمها السكراب تايفس دي للميت، وعندي حاجه اسمها الميورين تايفس ودي بتاعت الفلي. طيب هو اللايس اصلا بين ايه تاني؟ بين الابيديميك تايفس وبين حاجه اسمها لايس بورن ريلابسنج فيفر. في عندي نوعين من ريلابسنج فيفر، في عندي ريلابسنج فيفر بيتنين عن طريق اللايس، وريلابسنج فيفر بيتنين عن طريق السوفت تك. تمام. طيب والهارت تك ده اللي كنت بكلمك عليه من شويه اللي هو ده الهارت تك. طيب نقول بقى السؤال بتاع ترايل اكزام. اولا سيرفيلانس فور ماكسيمم انكيوبيشن بيريود از كنترول ميجر 4. حلو، سيرفيلانس للماكسيمم انكيوبيشن بيريود. احنا قلنا قبل كده الكيس كنترول اللي هي ايرلي كيس فايندنج زائد نطرب نوتيفيكيشن ايزوليشن ديس انفكشن تريتمنت وريليس. سمعتني بقول لك لاف سيرفيلانس؟ لا، يبقى مش بتاعت الكيس. طب الكونتاكت؟ الكونتاكت كانك نازل تشتري حاجه من السوبر ماركت، يبقى اول حاجه بتعملها الليستمنت، بتقعد تعدد الحاجات اللي عايز تجيبها من السوبر ماركت. رقم 2 بتعمل سيرفيلانس، بتعمل مراقبه، بتفضل تراقب الشخص اللي انت خايف ان هو يقلب وبعد كده يبقى كيس. ما انت بتتكلم على كونتاكت مخلطين للكيس، فانت بتراقبهم عشان خاطر خايف يقلبوا ايه ويبقوا كيس. نقطه رقم 3 تعمل لهم انفستيجيشن، لو انت في واحد شكيت بقى فيه وبدات تظهر عليه شويه اعراض توديه المعمل عشان تاخد منه عينه. نقطه رقم 4 تعمل المانجمنت حسب بقى اللي احنا هناخده قبل كده، وقلنا قبل كده المانجمنت دي اصلا بتساوي السبيسيفيك بريفنشن بتاعه المرض. هناخد الكلام ده بالتفصيل في الانفكشن. وبناء عليه سمعتني بقول كلمه سيرفيلانس في الكونتاكت؟ نعم، يبقى خلاص فين السيرفيلانس؟ يبقى هي كونتاكت كنترولينج. شكرا. السويمنج بول شود بي نقط وين ان وين نوت ان يوز. لو ما بتستخدمش حمام السباحه بتاعك، ما شاء الله على الاسئله يعني رهيبه جدا، هتسيبه ناشف، ما بتستخدمش فيه اي حاجه، ما تحطش فيه كلورين، ما تسيبش اصلا فيه ميه، بتنشفه وخلاص كده. احنا خلصنا المحاضره السادسه والخامسه، يمكن ما قدرتش افيد قوي لانه زي ما قلت قبل كده انت محتاج تكون حافظ الفيكل والفيكتور، ما لهاش حل تاني. فالجداول دي محتاج تكون حافظها. اعتقد في كام سكيما زي ما قلت، ابعت لي مسج او اكتبوا لي مسج على الجروب عشان افتكر، عشان اقوم اعمل لكم الفيديو بتاع السكيما بتاعه الفيكل. الفيكتور ما اعتقدش ان انا كنت عملت لها سكيما بصراحه عشان السكيمات كترت قوي 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 يعني. بالتوفيق يا رب وربنا يعينكم.